مرحبا بوسائل الاعلام اللي حاضره اليوم تصفية هذا الحدث هذا. مرحبا بنا كاملين في الجمع العام التاسيسي ديال شبكه المحاولات الاعلاميه الملائمه للقنيطره. ترسيل اسس وتمرير اسس من اجل الوصول الى الاهداف المنشوده. وليده ارتئينا كمجموعه مدراء النشر للمحاولات الاعلاميه الملائمه للقنيطره لخلق شبكة مقاولات إعلامية ملائمة للقنيطرة من أجل دفع مهنة الصحافة إلى الأمام وترسيخ لغد أحسن وتطبيق أخلاقيات المهنة كما هو منصوص عليه في التوصيات والقوانين التي جاء بها المجلس الوطني الصحافي المغربي. هذه هي المدراء ديال المهنة الملائمة اللي تتخضع للقانون آخر قانون ديال الصحافة والنشر. أنا مؤسسة مهنية كيف قال السيد فيها جادة مسؤولة وهي اللي غادا تكون المخاطب المهني إزاء كل السلطات إدارية مقدمة العمل ديال القنيطرة البشوية ديال القنيطرة والمصالح الإدارية والأمنية وأيضا واحد العدد ديال الإدارات لا ممركزة. الجواب محمدي. إذا الإخوان الزملاء كنشكركم على التغطية ديال هذا اللقاء. دابا غادي نرفعوا الجلسة وغادي يبقى غير الإخوان ديال المدراء المؤسسات الإعلامية باش غادي نناقشوا الجانب التنظيمي والقانون الأساسي ومن بعد ننتقلوا للمكتب التنفيذي ديالنا. البلاغ في ثاني الصادر عن أشغال الجمع العام التأسيسي الأول للشبكة انعقدت في يوم الأحد 9 يناير 2022 قاعدة غرفة التجارة والصناعة القدرة في الكونيترا أشغال الجمع العام الأول لشبكة المحاولات الإعلامية الملائمة للكونيترا تحت شعار تأهيل المقاولة الصحفية الملائمة بالقنيطرة لهانون لكسب الجولة المهنية. وبعد كلمة تقديمية محمد الفيلالي التصريح حول صيغ التأسيس والرهانات المهنية والمقاولاتية وتحديد حجم التحديات نحو تأهيل حقيقي وفعلي للمقاولة الإعلامية الملائمة بالقنيطرة وعلاقته الجدلية بالتنظيم والتكوين المستمر والتطوير المؤسساتي. تناول الكلمة جواد خني لعرض أهداف الشبكة ومرجعيتها التنظيمية والقانونية من أجل مقاولة الصحافة الملائمة العامة للقنيطرة ذات نموذج اقتصادي قوي وناجح لمشاريع التكوين والتأطير وتقية المستوى المهني والدفاع عن حقوق الأعضاء والمنخرطين وصيانة وتكريس أبعاد التضامن وأخلاقية المهنة ومعايير قواعد الشرف وتطوير العلاقات مع المؤسسات المهنية والإعلامية الوطنية والدولية. وبعد تفاعل الحضور للنقاش الهادئ والرازي والتشديد على فتح باب الانخراطات للمحاولات الإعلامية الموطنة بالقنيطرة والمستوفية لمقتضيات قانون الصحافة والنشر رقم 883 وكذا شروط العضوية المتضمنة في القانون الأساسي للشبكة. تم التأكيد على المطالب والمواقف التالية: 1. بالحاحية التأهيل سريع ومهني للمحاولة الإعلامية الملائمة بالقنيطرة وهي مسؤولية المهنيين وباقي الشركاء من المؤسسات والإدارات العمومية المهنية محليا اقليميا جهويا ووطنيا. 2. تعزيز وتقوية احترافية المؤسسات الإعلامية والتحديث في ظل تحدي التحول الرقمي وأيضا التداعيات الاقتصادية المدمرة لجائحة كوفيد 19. 3. تنزيل آلية دقيقة للدعم العمومي في خدمة المقاولة ونهوضا للأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين وأيضا رفعا للمقروءية والانتشار. 4. من أجل تنمية سوق الإشهار والإعلانات بشكل واضح ودقيق بمقاربات شفافة. موقف آخر: الانخراط في كل الجهود لدعم القضايا العادلة لبلادنا وفي مقدمة الرحلة الترابية وقضية الصحراء المغربية كأولوية في صلب الانشغال الإعلامي لكافة المواقع المنخرطة في الإطار اللي هو الشبكة. موقف آخر: الدفاع عن حرية الصحافة والإعلام والحق في الولوج والحق في التعبير وأيضا الحق في الحصول والولوج إلى المعلومة. موقف آخر: الترافع لدى الجهات الحكومية والغير حكومية والمؤسسات والهيئات المهنية حول قضايا تطوير الممارسة المهنية والإعلامية بالقنيطرة. وأيضا من ضمن المواقف التصدي الفعلي لكل الممارسات المنشينة والداخلة على الجسم الصحفي بالقنيطرة والتي ستظل معزولة وهامشية من طرف بعض غرباء ومنتحلي الصفة. وفي الشق التنظيمي تم انتخاب المكتب التنفيذي المكون. تم انتخاب زميل الرئيس محمد فيلي القصري بالإجماع. محمد الفيلالي القصري رئيسان، نائبه الأول جواد الفني، نائبه الثاني نسيم السعيدي، الكاتب الإداري عبد الحق الدرمامي، أمين المال رضوان الله المعطالتي، نائبه أحمد قصر. وعقب نهاية الجمع العام تمت الآن ستتم لنختم أشغال الجمع العام
ستتم الآن تلاوة بقية الولاء والإخلاص من طرف رئيس شبكة زين محمد القصري الموجهة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التي والدين السلام على المقام العالي لله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نفر الله وعظمه. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين مولاي صاحب الجلالة والمهابة الملك محمد السادس أدام الله عزكم وخلدت الصالحات ذكركم. نعم سيدي عزك الله ونصرك. يتشرف وحدة خادم الأعتاب الشريفة بلالي قصر محمد رئيس شبكة المقاولة الإعلامية الملائمة بالقنيطرة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع أعضاء الشبكة وكافة المشاركين في الجمع العام التأسيس أن يجدد لكم أسماء عبارات الولاء الصادق والإخلاص معبرين لجلالتكم عن تشبثنا الدائم بسدتكم العالية بالله. إننا يا مولاي نعتبر أنفسنا جنودا مجندين وراء جلالتكم الشريفة للدفاع عن الغالي والنفيس عن مقدساتنا الوطنية المؤكدين وفاءنا وإخلاصنا لشخصكم الكريم سيرا على نهج آبائنا وأجدادنا. حفظكم الله يا مولاي بما حفظ به الذكر الحكيم وحقق على يدكم كلمة ما تصبو إليه كل مكونات الشعب المغربي وأقر عينكم بولي عهد صاحب السمو الملكي الأمجد مولاي الحسن وشد عرضكم بشقيقكم صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الرشيد وكافة أسرة الملكية الشريفة. إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. والسلام على المقام العالي بالله. حرر بالقنيطرة يوم الأحد 5 جمادى الثاني 1443 هجرية موافق 9 يناير 2022 خديم الأحزاب الشريفة سيد فلاي قصر محمد رئيس شبكة المقاولة الإعلامية الملائمة بالقنيطرة. إخوان مساء النور. بعد جمع العام التأسيسي للشبكة الإعلامية للشركة الإعلامية بالقنيطرة الملائمة بالقنيطرة ونظرا للرهانات المستقبلية والجودة والمهنية التي يتطلبها الوقت الراهن للسير بالمقاولة الإعلامية إلى الأمام وجب توحيد الجهود وترصيص أسس من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة. ولذا ارتأينا كمجموعة مدراء النشط للمقاولات الإعلامية الملائمة بالقنيطرة لخلق شبكة المقاولات الإعلامية الملائمة من أجل الدفع بالمهنة الصحافة إلى الأمام وترسيخ لغد أحسن وتطبيق أخلاقيات المهنة كما هو منصوص عليه في التوصيات والقوانين التي جاء بها المجلس الوطني للصحافة بالمغرب. وفي هذا اليوم التأسيسي سنفتح الباب للمقاولة الإعلامية الملائمة الجادة لأخذ مبادرة من القنيطرة ولما لا خلق شبكة وطنية للمقاولة الملائمة عبر جميع تراب الوطن. إذن الشبكة تم تأسيسها اليوم ولله مجراها ومرساها ونطلب من الإخوان باش يتمشوا معنا في هذا التوجه باش ننهضوا بالميدان الصحافي في مدينة القنيطرة أولا ومن بعد في جامعة التراب الوطني وباش نكونوا بالمرصاد لجميع المتدخلين والإخوان اللي كينتحلوا الصفة. إذن إن شاء الله كينتظرنا مستقبل ومستقبل اللي غادي يكون على ضوابط قانونية باش نخرطوا جميع إن شاء الله فهاد المهمة اللي كتسنان. وشكرا للجميع، شكرا للإخوان اللي حاضرين وبارك الله فيكم.